جاهز يا سيدوني؟ جاهز. Always, all day. تعالى يمين شوية. كمان سنة يمين. مش باين يا سيدوني. طب تعالى شمال يا سيدوني. في ايه؟ ما انت مش باين يا سيدوني. معلش سنة شمال. طب اقعد يا سيدوني. ايه هعمل انترفيو كده؟ وطي كمان. ما انت مش باين يا سيدوني. طب جرب جرب. هو انت بتركني يلا؟ جرب يا سيدوني معلش. جرب تعالى. اهو. جرب انت بقى تشيل صباعك من العدسة. واه واه ايوه كده. بحيات امك. حاطط صباعك على العدسة وجاي تصورني. بتحصل يا سيدوني. ما بتحصلش. لا بتحصل. خش على الفيسبوك وشوف الصور هتلاقي كلها صوابع ودماغ. اي رغي اي رغي وخلاص. بليز هدرس. انا عندي طاقة ايجابية قد كده عايز احافظ عليها عشان نعمل فيديو كويس. نعم يا سيدوني. كام داون جوني. جاهز؟ جاهز. 3 2 1. هلو ايفريبادي. اهلا بناسي واحبابي وخلاني. ستوب ستوب ستوب. ايه ده؟ انت بقى ايه حقك توقفني؟ هو يا سيدوني اللي اهلي وناسي واحبابي؟ اكده انت باين ان انت غريب عنيهم. ما انا مش عايز اعمل التقليدي كل الفيديوهات الناس تخش تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عايز اعمل كده. ما هو دي الصح يا سيدوني. لازم تكون قريب من الناس تبان ان انت قريبهم مش غريب عنيهم. يعني انت لما تخش على عمتك يا سيدوني هتقول لها اهلي وناسي وحبايبي والمجتمع والناس. امال ايه هتخش على جدتك وهي بترتب الصيفي والشتوي هتقول لها السلام كل حاجه هتتدلق. ايوه وتضحكوا سوا. بطل سخافه لو سمحت. بطل سخافه. اعمل اللي بقولك عليه وخلاص. كل حاجه لازم يتدخل فيها. يلا يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فصل. انا فصل. ما هي دي التفاعل بتاع الجمهور يا سيدوني. انت اللي هتتفاعل. الجمهور هو اللي يتفاعل. هدرس انت سيلفي ستيك. سيلفي ستيك بالظبط. بس عشان انا ما لقيتهاش جبتك. شوف شغلك. خدامينك يا سيدوني. يلا يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اصحابي وخلاني وناسي. بصوا يا شباب. انا شاب مصري عادي خالص. عايش في الحقول دي كلها. ابن بلد. حبيت اعمل محتوى جديد في ظل الناس كلها بتعمل حاجات ساعات بتبقى مش هادفة قوي. انا قلت اعمل محتوى هادف. احنا هنتكلم عن الامل عن الاخلاص عن الوفاء. وجسوة هنقدم ايد المساعدة للمحتاج. بصوا. ومعانا عمو شخليلة. ايه هتضربوني تاني ولا ايه؟ انا ما عملتش حاجه. احب على نفسي. واضح يا جماعه من الافوره اللي بيعملها عمو شخليلة دي علشان طفولته كانت مليانه باد اكسبيرينس. الاطفال تدخل بالطوب. او ماي جاد. هفديك بنفسي. ما تخافش انا جيت انا جيت خلاص. هات طوب تاني. هفديك بنفسي. انت كويس؟ اقعد اقعد. دونت وري. خلاص خلاص. ايه يا جماعه ده؟ ليه الاطفال بتوعنا لما اشوفهم مجذوب ولا واحد غلبان زي ده بيحدفوه بالطوب؟ مظبوط الكلام اللي بيقوله سيدوني. يعني انا فاكر مره كنت رايح استلم شغلانه جديده قمت ماشي في الشارع لقيت واحد هليوبلس. رحت قلت لا انا هقعد اضربه بالطوب. قعدت احدفه بالطوب وما رحتش الشغل واترفضت طبعا. بس مش مهم كله يهون في ده المتعه. متعه ايه يا متخلف يا مريض؟ ايوه متعه طبعا يا سيدوني. ويا سلام لو معاك واحد صاحبك وبتطرحنه مين اللي هيدبها في ودانه الاول وانت اللي تدبها في ودانه. يا متخلف يا متخلف. ده محتوى عكس اللي بقوله. انا بحكي تتربتي يا سيدوني. ما تحكيش اي زفت. انت زيت نفسك ولا ايه؟ انت سيلفي ستيك. ايوه صح يا سيدوني انا سيلفي ستيك. وهتفضل سيلفي ستيك. وهي السيلفي ستيك دي مش بني ادم يا سيدوني ومن حقها تتكلم وتعبر عن مشاعرها. او ماي جاد. هوبليس كيس. الحمد لله الحمد لله على نعمه المونتاج. كله هيترمي في الزباله. صور. حاضر يا سيدوني. انبليفبل. قول لنا بقى يا عم شخليله. شخليله ايه وجرى فيه؟ فصلت طبعا. مكير واحد شاي. شاي لون. وحياه امك انت هتعملي فيهم محمود مليجي؟ ما تظبط يالا. انت بتزعج لي؟ بزعقلك. ده انا صاحب اخوك الكبير. وايه يعني؟ ده انت كنت بتعملها على يدي. ده اي فتش. امتى عملت كده؟
وعلى فكرة أنا أكبر من كبير بخمس دقايق، وأنت اللي لسه بتعملها على إيدينا لحد دلوقتي. اتنقل اقعد. نرجع لعم شخليلة. أو ماي جاد أو ماي جاد، عم شخليلة أنا محتار. أنت غلبانه كحيان، جبت منين فلوس الشيشة؟ لا دي مش شيشة، ده ناي، أنا بعزف. أوكي طيب، تحية كبيرة قوي لعم شخليلة عازف القص اللي بياخد الألحان على صدره. عم شخليلة، في سؤال المتابعين عايزين يعرفوه. أنت ليه بتبات في الشارع؟ ليه ما بتروحش البيت وتنام في سريرك؟ أروح وسريري؟ يعني إيه الحاجات دي؟ أنا الشارع هو بيتي، والرصيف سرير، والغطا ده هو اللي بتغطى بيه من برد الشتاء. او ماي جاد، بيتغطى بده ده نظام على اوز ولا كبس؟ لا كبس كمان، كبس قلبي بيتقطع. هو ايه اللي قلبك اتقطع؟ انت عاوز الناس تصدق الخريف ده؟ يعني ايه بيتغطى بالغطا دي؟ ايه مستضيفين زيتون مخلل معانا؟ وحياة امك، ده اللي مضايقك؟ وبالنسبه للحجر الفوم اللي العيال بتحدفنا بيه ده عادي؟ اي اي اي، بطل صلبطة يا بتودع يا سيدوني. صلبوط، صور وخلي اليوم يعدي على خير. ممثل فاشل. نرجع تاني لعم شخليلة. عم شخليلة عازف الزغلول، قلنا احكي لنا حكايتك. انا كنت ماشي جنب شجرة الموز، وبعدين كنت سايح في دمي وجنبي صباع موز. هو انت بتعمل ايه؟ بتقرا ايه ده؟ ده السكريبت. مين اللي كاتبه لك؟ ما انا كاتب له الحوار يا سيدوني عشان ما ينساش ونعيده من الاول، على اساس ان دي هتعدي عادي. ما عدت مع جباسكي عادي، وعدت على الفيفا كلها، وهنشيلها في المونتاج. مونتاج ايه يا حيوان؟ انت مش فاهمك في التكنيك. اسكت، هات. لا هات، خلي بالك الدمله الثانيه يمين. حكايتي مع شجرة الموز. أيوه خلاص يا سيدي. أجرس هو الكل في الكل، لأنه هو اللي ربنا يخليك. أنت بتشكر في نفسك؟ ما أنت اللي كاتب يا متخلف. لازما الناس تحبني أكتر من جوني شوية. السواد كله طالع 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 أهو. في يوم من الأيام هحقق حلمي واشتري الدوار واشغل جوني مرمطو. يعني مرمطو؟ يعني باش مهندس كينج، الملك المرمطون ده مشهور قوي. انا هشوف في جوجل وهعرف، وهخش الوسط الفني، هقعد احمد عز وهند صبري. هند صبري مالها؟ هتقعدها ليه في البيت؟ هقعدها عشان هتجوزها، هستتها يعني. انت كذاب، انت لو كانت نيتك سليمه وسالكه كنت كتبت اتجوزها، انما انت اسود من جوه، وكل ده في ازازه ربع لتر. امال لو 2 لتر كنت هتعمل اعمال عليها؟ كمل يا عم شخليلة، احكي لنا قصتك. بس ونسيت كل حاجة، وما بقاش لي أصحاب خالص غير العنزتين دول والفرفرة فيه. أو ماي جاد أو ماي جاد، بيعض؟ لا ما تخافش، أنا رابطه ومستأنس. وده بتأكلوه إيه بقى؟ جيجا ولا جبنة؟ حتة جيجا صغيرة. طيب اوكي وريبر، كمل. زي ما قلت لحضرتك، نسيت كل حاجه، ما بقتش فاكر غير الحدوته اللي حكاها لي جدي. يا ترى ايه هي؟ جدي زمان كان نظره شيش بيش، راح عمل عمليه الليزك وفشلت. قالوا له انت هتدخل موسوعه جينيس كاول عمليه ليزك تفشل في التاريخ. خابر جدي عمل ايه؟ دخل الموسوعه؟ لا، دخل الموسوعه اللي جنبها. ايه دي؟ دي قصة ولا اختبار ذكاء ولا كوميكس؟ كوميكس يسمع من بوجك ربنا. لا دي قصة حقيقية. جدي دخل عشان ما بيشوفش، وكان داخل الموسوعة فدخل جنبها عشان ما بيشوفش. عشان لقطها. قلت لي ها على اساس ما بيشوفش يعني. ولا حاجة. يعني انت طلعت الماوس على النفار واكلنا الجيجا ومشيناها، عديتها واكلته الجيجا، انما جدك من الثلاثينات بيعمل ليزك ما كانش بيبارادول من اساسه. بارادول ايه؟
ما كانش فيه حتى بطاطس. كان فيه. كان فيه. كان فيه. آه كان فيه بطاطس. انت بتعمل ايه يالا؟ انا باخد سيلفي مع المعزه. جوستاف هين. اتلموا خلوني اخلص الفيديو. ورجعنا لعم زفت. ودي كانت قصة عم الشيخ ليلى. بعد ما حكينا القصة دي يعني احنا بجهد فظيع، لا ريلي فظيع، قدرنا نوصل لأهله وقدرنا كمان نوصل للي عمل حوار الموز ده. وحتة الموزة دي مش هتعدي، أنا متأكد من الكلام ده، هياخد عقابه. بس قبل ما نوديه لأهله هناخده كده نزنجفه. ها ونحلق له دقنه كده وندوشه ونسقط له مطور ولا حاجة، نركب له سبويلر، يعني هنظبطه كده ونروشه من الآخر كده هنبيمب ماي شوخ ليلة. كات. هترجع بقى لعزف العنب الفاخر بقى صح؟ أصل ده موت. موت إيه؟ وارجع لكم في لايف جديد. دلوقتي الحمد لله تم بنجاح عملية نيو لوك لعم شوخ ليلة. دلوقتي عم شوخ ليلة هتشوفوه مش هتعرفوه، ده شكله الحقيقي بس زودنا عليه شوية رتوش. عملنا له ايه؟ حلقنا له، زبطناه، رجلشنا، عملنا له فتلة، والشاف اللي تحت نفخناها شوية، هنا نفخناها شوية، حاجة بسيطة قوي عشان برضو اهله لما يشوفوه ما يتخضوش قوي. جاهزين؟ وافتكروا اللوك ده هيطلع ترند الفترة الجاية. 3 2 1. مين الجن ده؟ Guess what؟ دي مراية. ده انت. انت اني بالحلاوة والجمال ده؟ ايوه. ها سبحان من صور. افتكرت اسمك ايه؟ بص كويس سنين ترجع لك. بص اسمي. بص اسمك اسمي. ايه بص اسمك. اسمك ايه اسمك؟ بص انا مش فاكر بجد. ايدك الكاميرا. اسمك ايه؟ قول. انا مش فاكر بجد. انا متشوق. متشوق موت، يعني شوقي اللي هو شوقي شوقي اني اعرف اسمك. اكيد وصل لكم شوقي واشتياقي. ها 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 اسمك ايه يا عم شوقي؟ شوقي. اسم شوقي. انا مش مصدق نفسي كده. رجعنا حاجتين، شكله وذاكرته، ناقص حاجه ثالثه. لا مش هقول، مش هقول. عارفين ليه؟ مش غلاسه. انا هاخد من اسمه هشوقكم. مش هقول الا لما تعملوا سبسكرايب. انا عاد هشوقكم وادوقكم. احنا دلوك هنوديه لولده مروان وهنشوف مع بعض اعزائنا المشاهدين الصدمة على وش ولده لما يشوف ابوه. ده انا حفلة شعرك شوية كمان، حفلة حاجة بسيطة، وهنفخ العجلة بتاعت العربية من صبري. صبري انا جاي، انا جاي يا صبري. اعزائنا المشاهدين ايه رأيك؟ اوه ايه دي؟ مين؟ شوقي شوقي بزعل. انا صبري 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 صبري. ايه ده؟ ايه ده؟ طالع من الزير ليه؟ أكن الأب عطشان لمجابلة ابنه. كات كات. أنت بتفتي؟ إيه يا سيدي؟ ومرة يطلع لي مناخير الحمار يقول لي أب عايز يشم هوا، هنهزر؟ ومش عايز أقول كنت بتطلع منين تاني؟ أيوة من ورا الداموسة. بس أكنه دايم من ورا الداموسة. صور عادي. مش ممكن على استظراف. قول لي أكشن. أكشن. يا لالا يا اللي هنا، يا لالا يا اللي هنا. ايه مارو؟ مارو مين؟ مروان. ايوه انا مروان. انت مين؟ مش مهم انا مين، مش مهم، انا فاعل خير. انت اسمك بالكامل ايه؟ مروان شوقي نعيم. حلو اهو مروان. شوقي نعيم فين؟ ابوي ما عرفش عنه حاجة يجي من 20 سنة. ما عرفش عايش ولا ميت ولا حكايته ايه. انا عارف هو فين. ايه انا ابوك يا ولدي. شوقي نعيم ولدي ابوي.
ايه القرف ده؟ ياه ايه ايه في ايه؟ ابوك ما شفتوش من 20 سنه، قرفان ليه؟ ما لو شافه قبل ما يستحمى. ما تقريبا هو كان شكله كده فعلا، يعني احنا كده بوظناه. ابوك من 20 سنه المفروض تحضنوا بعض، تحضنوا بعض وتعيطوا. تعيطوا كويس كويس، تعيطوا كويس، تعيطوا كويس. او ماي جاد او ماي جاد، شايفين المنظر؟ شايفين الحلاوه يا جماعه؟ ايه شايفين يا جماعه؟ مش ممكن المنظر ده احلى من 36 مليون دولار. برايسلس يا جماعه، يا جماعه المنظر ده ايكوال الحقيقه، وهو ده البرنامج بتاعنا. كل حلقه هتبقى حقيقيه اكتر من اللي بعدها. بالله عليكم، بالله عليكم اعملوا لي سبسكرايب ولايك، وقبل ما تخرجوا من الفيديو قولوا سبحان الله. باي. كات. ايه الزفت ده؟ شويه بهايم. انا عرفت، يا ريتني ما اعتمدت عليكم. معلش معلش يا سيدوني، حساب الرداله بس. حساب ايه بقى؟ حساب ايه؟ قاعد على قهوه طالب قهوه بوش، تجي لي صيصه حاسب عليها؟ قهوه ايه؟ احنا عايزين حساب الاداء. انت بتسمي ده اداء يا ابو اداء؟ ما انت اللي ما خليتناش نقول غير جمله واحده، وانا كان عندي افيهات كتير عايز اقولها. بس 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 تنيل، انت حتى الحقيقه مش عارف تتكلم فيها صح. قال لك ايه؟ جدي كان في الثلاثينات بيعمل ليزك. بس ده مش افيه، دي حقيقه. انت لسه مكمل؟ انت لسه مكمل؟ وافيهاتك زي السم دمها تقيل. كان عاوز يقول ايه يا سيدوني؟ بس ما تفكرنيش، مش عايز ارجع. قول قول عشان ما احسبوش. جايب لي ورقه زبده وكاتب لي ويقول لي دي افيهات بتضحك هيضحك حاجه زفت يعني. انا اقول لك اللي فيه الرمق يعني. قال لي مدرس كيمياء خلف عيل صغير وسماه سمي اكسيد الكربون. قلت لك عالي، قلت لي ما تقولوش. سميته ايه؟ سميته اكسيد الكربون. يا انت من الكربون دي جات لك كده ولا قاعد مش عارف جات لي ازاي؟ بقول لك ايه يا فات، انا عاوز اعمل فيديو واقول اللي فات بتاعتك دي وخليها كلها على المدرسين. يا اسمه سامي اكسيد الكربون. ايه ده؟ ما تفتح يا مربوحه. ما تفتح انت يا سجوني. صباح الخير. خير صباحين. ما زي سفر بالطين، ما تصبحي عادي. صباح الخير عادي. تفطر؟ يا ريت، بس عاوز نسكافيه الاول عشان عايز افوق شويه على الموبايل. خلاص من بس دولي، خلاص حقك علي يا حاج كده. هموت هموت يا سيدولي، بتضربني ولا عيان يا سيدولي؟ حرام عليك. او ماي جاد مربوحة. ايه فيها؟ ايه فيها يا سجوني؟ مصيبة. الكبير اتجوز علي. انا كان قلبي حاسس كلكم خبيين علي. يا خالي يا عوض، ودوني الورشة، ودوني الورشة. ايه الهبل ده؟ ده ايه بالظبط؟ انا جبت سيرت الكبير؟ امال ايه اللي حصل يا سجوني؟ لا ثانيه واحده، وبعدين انت تزعلي نوديك الورشه ليه؟ روبوت؟ فيها ايه يا سجوني؟ هدرس هدرس الحيوان. صورني انا ودكتور ربيع واحنا بنضربه، نزلها على الصفحه عنده. ده انت قديم جدي، ده فيتي ونسل من الساعه 10 الصبح. قديم ايه؟ قديم ايه؟ الساعه 12 يا هم ساعتين. في الساعتين دول هجرس نزل يجي ثلاث فيديوهات. انت مش مفلوله شعري؟ لا عامله رست. انا قلت انك قديم وملكش في المصطلحات. مفلوله يعني عامل له متابعه يعني. يخرب بيتك، فولو جايه من فوق فاهم، زي مسطب الجهاز حفرمته. ما طبيعي يبقى بعدها هفلوله. طبيعي انا هفلول، هعمل فولو للحيوان ده. في الحرب يا سيجوني لازم تدرس المنافس بتاعك وتعرف نجح ليه. ده على اساس انه نجح. ايوه، دي فيديوهاته مكسره الدنيا، دي القناه بتاعته فيها يا جي 50,000 متابع. ازاي؟ وامتى عمل الفيديوهات دي؟ ما مصدقنيش؟ هي صفحته و50,000 فعلا
شاهد قبل الحذف الناموس مالي الأوضة عشان أختي نسيت الشباك مفتوح، فبعتها الصيدلية تجيب قرص ملقتش، بس راحت للبقال وجابت وكان عليه خصم كبير، والسبب مفاجأة. ده عنوان فيديو ده ولا مقالة في جورنان؟ لا لا، وحاطط إيموجي واخد نص الشاشة. اللي عامل كده ده بيشحت. أو الفيديو ده تحديداً ملعلع وجاي بيجي 15,000 مشاهد. إزاي؟ إزاي؟ طب بصي، أنت هتفيديني علشان أنت نفس المنتاليتي ونفس الباك جراوند. أيوه يعني أنا صح. طب بصي، هسألك سؤال، الفيديوهات دي بتأثر فيكوا إزاي وليه؟ عاوز الحج ولا ابن عم؟ أسخف سؤال سمعته في حياتي وهرسوه في كل المسلسلات. عمرك شفتي حد في المسلسل طلب يسمع ابن عمه؟ لا بصراحة ما حصلتش. طب ايه ابن عمه؟ أنا عايز أسمع، قولي لي ابن عمه ايه؟ عندك حاجة تقوليها؟ لا بصراحة. يبقى تقلوا الحقيقة يا سيدوني، بدل ما تركز مع هاجرس واللي عمله هاجرس، ركز تعمل محدى وهادف. يا سلام كتايها، ما أنا عملت محتوى هادف. محتوى هادف شعبي. عارفه وفعلا مش فاهمه. مش هو بتاع، لا لما حد يقصف جبهة حد فجأة، هات الدكتورة سميقة، هات صح، هي دي. ايوه ولما حد بيكتشف حقيقة مرة فجأة الشاشة تبقى ابيض اسود، لا 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 لا، هو دي صح. مؤثرة جدا. ازاي مؤثرة؟ ازاي؟ ده انا ببكي بكاء على المزيكا بتاعت لا 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 لا. خلاص يا سجود، لا 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 لا، خلاص والنبي خلاص، قلبت عليا المواجع. ده شكلها فعلا الحاجات دي بتاكل. ماشي، جاي لك يا هدرس الكلب. directed by جوني بام 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 تررررت تررت 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 تررت. زميلي ازيك يا صاحبي؟ صباح العسل يا زميلي. ايه الدنيا ساعة ومطرة وانت بتعمل كده ومش لابس جاكيت، انتوا ايه ما نزلتوش الشتوي؟ لا يا صاحبي، اصل بعنا الشتوي بالرخيص عشان بفلوسه هنعمل عملية لاختي. طب بقول لك ايه يا صاحبي، ما نزلين جواكت حلوة في السوق، ما تيجي نشتري اتنين. منين بس يا صاحبي؟ أنا كل اللي حدايا 20 جنيه، أمي خدتهم مني عشان تجيب زيارة لأخويا في السجن. زيارة لأخويا في السجن، زيارة لأخويا في السجن. طب بقول لك إيه؟ ما تزعلش نفسك يا صاحبي، أنت جدع واللي بيعمل الخير بيرجع له الضعف، وافتكر الجملة دي بالذات. صح يا صاحبي. مش إحنا أصحاب؟ ده أنت صاحبي يا صاحبي. أنا أروح مشوار للسوق وبعيد أول مشوار، ما تيجي تسليني. ماشي يا صاحبي، يلا بينا. يلا بينا. استناني هنا. صباح الفل يا شوح. صباح الخير يا زميلي. عايزين جاكيتين يكونوا من الآخر. يابا أحلى جاكيتين كفاءة لأحلى شاب رجولة في الدنيا. خلصانة محمود خرصانة. عاملين كام دول؟ ده الواحد عمل 10,000 جنيه بس. ياه 10,000 جنيه، دول تمن المكنة اللي أنا محوشهم بقالي 7 سنين. معلش، ده صاحبك واكل معاك برضك عيش وملح. صاحبك إيه يا عم؟ دول الصحاب عشرونا وعلشان الجنيه باعونا. أيوة بس اللي بيعمل الخير بيرجع له الضعف، الضعف يا صاحبي. مدام في الخير وبقى فيه، خد العشر بواكي وهاخد واحد. يابا تحت رجليك الفرشة كلها خالصة بالصلصة. انت ايه يا ابني؟ انت شكلك ابن حلال. يو ليه بس يا صاحبي؟ رحت اشتري كلينكس، قال لي خد جاكيت هدية معاه، حلال عليك. ده حلو يا صاحبي، ده 2X مقاسي. اوعى تكون بتعطف عليا يا صاحبي. عيب يا جدع عيب،
فاكر الجمله اللي قلتها لك انا من شويه؟ صح، اللي بيعمل خير بيرجع له الضعف. صح يا صاحبي. يا شقه، فاكر ال 10000 جنيه اللي سلفتهم لي من سنه؟ ماله، انا شغلتهم لك وكسبوا بقى 20. حلال عليك ال 20 باكو يا كبير. انت عملت خير النهارده ولا ايه؟ ياه، الحمد لله. صحيح، اللي بيعمل الخير بيترد له الضعف. يا شقيت يا رخيص، كيف حالك يا ايتها الجميله؟ هو بيلاقي مدرسه عربي ولا ايه؟ ممكن نتكلم فويس لاني لا استطيع الكتابه جيدا. مربوحه مربوحه. ايه ايه، في ايه يا جون؟ في مصيبه. هدرس عايزنا نكلمه فويس على طول. طب وماله؟ ازاي يعني ما هتفقس؟ طب اقول لك ايه؟ ما تكلمي انت، حاسس انك واحده غريبه. يا مري، انت عاوزني اكلم راجل غريب؟ ده كان الكاميرا يقتلني. اه صحيح، ده كان يقتلني انا قبلك. معلش انا اسف، ما اعرفش الفكره كانت ازاي في دماغي، انا اسف، انا بس متول. طب اقول لك ايه؟ ما تكلمه انت. ازاي؟ ما صوتي هيبان. لا، انا خدت بالي وانت بتدندن كده ان حداك طبقه ناعمه، استخدمها واتميس عليها بابي. لا، ده شكلي انا اللي هقتلك مش الكبير. انا اتميس؟ الله، ده انت صوتك طلع حلو قوي قوي قوي. لا، ما هو خلي بالك الشات مش بيبين كل الحاجات، اخد بالك؟ وبعدين بليز بليز مش تقول كلام حلو لانه بيأثر فيا جامد وبيخليني بسورق. لا، انا بتكلم بجد، ده انت صوتك طلع احلى من صوت الفنانه دينا الوديدي. ايه؟ طيب انا عايز اقول لك على حاجه لعلمك، انت اول حد ارد عليه. انا ما عملتش كده عاده مع شباب، لانه انت مختلف، حسيتك مختلف. يعني مثلا لما كلمتك ما استعبطتش وقلت لي الاسطوانات المشروخه اللي سمعتها من كل الشباب اللي شقطوني، اللي كانوا هيشقطوني. كان يعني ما سمعتش منك مثلا حته الماسنجر بيعلق، خلينا نتكلم واتس، ومن الواتس تكلمني فيديو كل وش. الحمد لله ما عملتش الحاجات دي، ده خلاني اطمن لك. حاسك انك راجل بجد. ربنا يخليك، والله انت اللي انسانه مهذبه. انت ايه بقى يعني، عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس، بس من ساعه كنت بموت. اه والله، اصلا انا لخبطت في العشاء شويه، كلت فول بالقشطه ومعاه رز وبسله، وحليت ببرتقانه. الظاهر كده ان البرتقانه دي كانت حمضانه. دخلت الحمام قعدت عيني اكتر من ساعه، بس اول لما طلعت من الحمام غليت شويه كمون وشربتهم والحمد لله بطني مسكت. خرب بيتك، جيت ويلسون. لا ينسون ايه، بقول لك كمون. طيب يعني يا ريت تخف قبل بكره، عشان بكره الحقيقه يوم مش عادي. بكره يوم مش عادي؟ ليه، عيد الفلاح؟ ليه بكره يوم مش عادي؟ لا، وانا هقول لك الحاجات بالساهل، ابذل مجهود. بقول لك ايه يا اختي سهله، انا راجل صعيدي، والراجل الصعيدي ما يحبش اللف والدوران، فلو سمحت ريحيني وقولي لي بكره يوم مش عادي ليه؟ مش هريحك قبل ما تريحني انت وترد على كل سؤالاتي. ماشي يا ستي، بس انت يا اختي سهله طلعتي مش سهله. ايه بامانه كده، في كم واحده في حياتك غيري؟ تصدقي ولا واحده. كذاب. ازاي راجل مشهور وبلوند وحلو زيك كده وسنجل ما تركبش؟ هي فعلا ما تركبش، بس لو قصدك على المعدبات، انا عندي معدبات كتير. اه معدمات. اه طب عندك كم معدمه؟ انا ولله الحمد يا اختي سهله عندي معدبات في كل حته، ابو النمرس وبشتيل وبهتين والدويجه، بس لحد دلوقتي ما لقيتش ولا معدبه تخطف قلبي. لا معذورين، لقيوا الايه. طبعا انت جذاب اصلك. جذاب وابن بلد وامور ونقط وقرد حاطط ايدي على عينيه. واه، ليه القرد حاطط ايده على عينيه؟ حد عامل له سربرايز؟ عنده رمض. هيكون حاطط ايده على عينيه ليه؟ ما اكيد مكسوف. اه مكسوفه. ليه يا اختي سهله؟ حد يبقى على النت ويكسف وبعدين احنا هنبقى اهل. قولي مكسوفه ليه؟ بصراحه انا حسن ناحيتك حبيبي
حبيب حصير حدك حاجة كده. الله أكبر، والله أنا كمان يا أخت سالة حاسس بحادات أول مرة حس بيها. إلا قولي لي صحيح أنت منين؟ أنا من معادي. معادي؟ دي محافظة إيه؟ جنوب الوادي؟ آه جنوب وادي دجلة. أحلى بنات في مصر بنات جنوب وادي دجلة. ربنا يخليك. طيب أنا دلوقت داوبت على سؤالاتك، أنت كمان تداوبيني على سؤالاتي. بكرة يوم مش عادي ليه؟ بصراحة بصراحة علشان بكرة يوم مش عادي عشان بكرة عيد ميلادي، وكان نفسي في الشوجر دادي عشان أنا لوحدي في الدنيا دي، وكان نفسي يجيب لي كب كيك من نولا ويصورني في الجنينة اللي قصاد مول العرب وأنا ماسكة بالونتين ذهبي، واحدة واحد وواحدة تسعة. ما شاء الله عندك 91 سنة ولسه بالدمال والحلاوة دي. هو أنا لو عندي 91 سنة يا متخلف هيبقى فيا حيلة لغيك ولا أمسك موبايلي من أساسه؟ أنا عندي 19 تينيجر. آه 19 سنة. عموما ما تقلقيش، من النهاردة اعتبرين أنا شودر دادي وهحتفل بعيد ميلادك عندي في البيت. يا ألعبان يا أفعوان يا سعلبان، لا ده أنت يتخاف منك. اللي يتخاف منه ما يديش أسهل منه. ها هستناكي بكرة. طيب طيب خلاص. I can't wait I can't wait. باي باي. لا لا استني، قبل ما تكفيلي عاوز أطلب منك طلب. عايز إيه؟ ممكن تفتح الكاميرا؟ أنت هتستعبط. يلا. إيه دي؟ مين اللي بيتكلم دي؟ لا ده بابي. بابي جاي من العزبة. بيزعق لأخوي أكسب عشان ضرب نار على الشغالة. بتكلمي مين يا سهلة؟ لا دي صاحبتي جنى. جنى أخت باكينامو أينور. سمعيني صوتها. طب هحطك على السبيكر. أوكي؟ على السبيكر. ازيك يا جنى عاملة إيه؟ ازيك يا عمو؟ انتوا محتاجين تذاكروا عشان الامتحانات قربت يعني. وبيقول ايه اختك تطول الجيبه شويه. حاضر هخليها تطول الجيبه وتطول رقبتك. طب يلا يلا يا بابي يلا عشان تاخد الكحه. يلا باي باي. بكره باي. انا حاسس اني هرجع. عزتني هرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء، النهاردة يوم الحسم، هكشف لكم حقيقة اليوتيوبر اللي اسمه هادرس، وهكشف لكم إن الكذب ملوش رجلين. أسوأ حاجة في الدنيا الكذب والخيانة. شوفوا أنا هعمل إيه. مين؟ حبيبي. حبيبي مين؟ انت مين؟ انا منال. منال مين؟ سالة المنال. ايدك. بسم الله ما شاء الله، ده عود البطل ملفوف صح. شفته فين؟ انا اصلا متغطية. ايوه انا قصدي ملفوف بملاه يعني، مش هما قصدهم كده؟ ايوه قصدهم كده قصدهم كده. حبيبي. ايه؟ حبيبي. ايه؟ مين؟ في صغطة ولا ايه؟ حبيبي احنا كده هنتفضح، ما تدخلنا جوه. ايوه صح. ياه انا طول عمري مستني اللحظة دي من زمان. ازاي يعني؟ انت لسه عارفني من شوية. وانا مستنيها مع اي واحدة وخلاص. انا ما هصدقش نفسي. معقولة انا وانت اتقفل علينا باب واحد؟ ايدك كش. ايه العافية دي؟ ما انا بلعب هاند بول. تعرف يا منال صوتك ده مش غريب علي. ما كلهم بيقولوا لي كده، بيقولوا لي ان شبه ميادة. ميادة مين؟ ميادة الحناوي. ايوه صح هي ميادة الحناوي. بقول لك ايه، انا عاوز اشوف وشك، انا حاسس ان الصوت سبق الصورة. حبيبي حبيبي اجيب لك ميه؟ لا لا دي حالة عندي حالة. بقول لك ايه، انا متوترة يعني محتاجين نفك شوية. تفكي؟
ده أنا أعمل لك مفاجأة هتخليك تفكي في ثواني. هتحطيني في الميكرويف؟ ليه؟ دي فروست؟ أنت شايفني فرخة؟ لا أنا شايفك بطة. خلاص خلاص خلاص. طب يلا غمضي عينك عشان المفاجأة. أنا أصلا مش بعرف أشوف كويس باللي أنا لابسه ده. خد بإيدي. تعالي غمضي. لا اهدي مش تفتحي. سوري سوري. يا رب أمي ما تكونش صحيت. أمك؟ لا ما تخافيش، ما أنا حتطلعي منوم. يلا فتحي عينيك. سربرايز. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي. حبيبي حبيبي. هو ايه حكايتك؟ كل ما اقول حبيبي تقطعك ده في ايه؟ دي قصة طويلة. عندي حالة نفسية. زمان كنت بقول كلمة حبيبي عادي. وانت كنت بتقوليها لمين زمان؟ خطيبي. ما هو خطيبي يبقى حبيبي. حبيبي. اهدي 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 خلاص. احكي لي ايه اللي حصل؟ مفيش، احنا لينا قرايب في المنيب، فرحت لهم مره وجيت اركب من الدائري، فهو اتصل بيا على التليفون، انا مسجلها على التليفون حبيبي، فجيت ارد عليه بقول له الو. ايوه حبيبي. ايه؟ جه ميكروباص شالني. لا اله الا الله. معلش الله يرحمه. يا غبي انا اللي اتخبطت. ايوه صح. طب وما كملتوش مع بعض ليه؟ انا قلت عليه فقر. اذا كان ميكروباص خبطني واحنا في الخطوبه، امال بعد الجواز هيبقى ايه؟ ترماي. عندك حق. خلاص خلاص انسى الاحزان، خلينا دلوقتي في الافراح وليالي الملاح. ايه رايك؟ اوه مش ممكن. بوكي ورد وشموع وبلالين وحواوش. حواوشي يا مع ايه يا معذبني. لا ومش اي حواوشي، دي حواوشي الرفاعي. الرفاعي. اظن كده فكيتي شويه. حلو افك انا كمان. حلوة قوي 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 قوي. واه ولا وقعت. شايفين بيبا بيبا ده رجل البر والتقوى اهو. لا مش هني. لا هو مش هني. عبيط عبيط يا جماعة. الصورة أبرك من ألف كلمة. اهو اهو. باي باي يا فانز. انت كيف تدخل بيتي من غير استئذانك ده؟ انت اللي بعت لي لوكيشن وانت اللي فاتح لي الباب بنفسك يا شقيط. شقيط ايه؟ حواوشي الفيرست ديت بحواوشي وبا با انفتراك. ما انا كنت هكسرها بشويبس اسخم. وكنتوا هتمزوا بايه؟ مهلبيه فرن. مالكش صالح. لا وكلكم والربكم تاني سكسي موت. لقوا الطريقه اللي بيفتح بيها. تحتها كالسون، كأنك بتقشر موزة وتلاقي جواها سجقاية. افرح وفرفش، انت بقيت كينج. كونج بتروش؟ لسه بتروش؟ كينج اوف انفولو. سلام يا حبيبي. ماشي يا سيدوني، انا خسرت دولة بس ما خسرتش الحرب. والزفت ما نال إيه اللي أخرها لحد دلوك. واه أنا فهمت. منال بعتني لسيدوني. أنا منال يا متخلف. أنا منال. واه منال. وكيف اتنكرتي وعملتي سيدونك ده؟ ده أنا صدقتك. مش مهم، المهم إن أنت ديتي. اقعدي اقعدي يلا. هابي بيرثداي. أنا هاكل حواوشي. بقول لك إيه؟ بق. طيب نبق ولا نتس؟ تسو بق. ده 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 من الرفاعي؟ أيوه من الرفاعي طبعًا. ما عاوزاش حدا تانية؟ آه لا لا يا جنتل شكرا. أدب لك مخلل سلطة. طيب اديني حتة حواوشي؟ لا حبيبي معلش عشان خاطري. إيه؟ حبيبي. واو ده انت هتموت النهاردة يا منال. تعالي هنا يا منال. ما لو كنت مذكور كان هيبقى المكان شكله إيه؟ Unbelievable. لو سمحت. ايوه. او ماي جاد. انت؟ ايوه انا. انا بحبك جدا. انت جوني. انت تعرفني؟ انت بتضحكني جدا. يا معلم انا اشعرت انت اديتني شلوت في الكارير بتاعي. الانفلونسرز الصغيرين دول اولادي. حبيبي حبيبي بس وير ا مينيت. انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بتبيع وتشتري؟
انا زي اي انفلونسر بسيط، بنزل اشتري الفولورز بتوعي بنفسي. ده حمدي وفاء لسه ماشيين. لا يا راجل، ها كان نفسي اعمل معاهم فيديو تحدي كلكم بتشتروا. احنا كلاب فولورز. انت شكلك اول مره بصراحه. بس انا مش ناوي اكتر، يعني مره مرتين بكتير وخلاص على كده. تضحك على ايه؟ كنت بقول زيك كده زمان، من ايام ما كان الاكونت بتاعي ده 500 فولورز بس، بعد كده الواحد بيشتري 1000 فولورز، 5000 فولورز، 10000، العلامه الزرقاء تيجي تطمع بقى. واو. لا لا لا، بس انا بفكر اوت اوف ذا بوكس، يعني بفكر ان يبقى في كونتنت جديد. ازاي؟ انت مش غريب، هقول لك. انا اجوز واحده واعمل معاها ديل، الناس تتفرج على حياتنا الشخصيه ونتخانق، نفتح الخناقه، فالناس تتدخل اكتر، يبقى في شيرنج. وبعدين الفكره دي بس اللي وقفني فيها حته صغيره، خفت ان احنا لما ناس تتدخل في حياتنا يوقعوا ما بيننا ونضطر نتطلق. كل اللي انت بتقوله ده قديم واتعمل قبل كده، بس الطلاق ده كنز. انت هتتطلق، يا رب تتطلق. ايه؟ يا رب تتطلق. هتتطلق لايف، والمأذون اللي هنجيبه انفلونسر مننا، هنصور طريقه من البيت لحد موقع الطلاق، كل ده لايف ترند انفلونسر. انت دماغك ذريه، انت زي لفيت الدنيا، مش ممكن. بس في مشكله في الفكره دي. ايه؟ ان ممكن لا قدر الله بعد الانفصال البنت اللي معاك تطمع في حقها وتطالب بتقسيم الفولورز، كده الريتش هيقع. وبعدين في مشكله كمان، البنات بتكسب تعاطف اكتر كمان. لا، عشان كده المعلم اضمن. معلم، ما مش عارف اقول لك ايه، انا قبل ما قابلك انسان ودلوقتي انسان تاني. دي الرساله اللي انا بقدمها. انا تعبت وشقيت عشان اقف هنا، استاذنك لحظه واحده. اتفضل. طبعا اتفضل. ايوه يا ماما. ايوه يا حبيبتي. يا ماما، ما انا بجيب فولورز ولايكات زي ما انت طلبتي. خالته عايزه فولورز، هتعمل بيهم ايه يا ماما؟ خالته عايزه فولورز، هتفتح قناه طبخ. حاضر يا ماما، حاضر. يا حبيبتي، فعلت الجرس وقفلت الكومنتات قبل ما انزل. تمام يا ماما. يا بختك يا بختك، معاك عيله بتدعمك، انما انا وحيد. انا عايز اقول لك، يعني انا لو قلت لك اسم القريه اللي انا قاعد فيها انت ممكن ما تعرفنيش اصلا. جوني، انا وعيلتي هنحتضنك. بجد؟ هنعمل لك فولو. بجد؟ بس على شرط أؤمر ترد الفولو وتعمل كومنت على اخر صوره ننزلها انا. اوكي. انت والقريه كلها، وطول ما انت قاعد تكبس لي في لايكات. اكبس لك؟ تصحى الصبح بتفطر، خدت فطارك، كبس لي لايكات. اكبس. هتلاقيني انا بعمل لك ايه؟ بكبس لك لايكات. انت تكبس لي. نقعد نكبس لبعض. اوكي. نكبر كلنا. واضح ان مفيش حاجه ببلاش، لازم نكبس. طبعا طبعا. اكبس لك وتكبس لي. اوكي اوكي. طب بس انت المعلم اللي جوه ده انت ضامنه؟ برقبتي. ده علم، ده عبقري. اقول لك على حاجه؟ الراجل ده أول واحد دخل العلامة الزرقاء مصر، جايبها من بره استيراد. ده موثق الأكونت بتاعه من أيام انستجرام كان لونه برتقاني. واو. مش بس كده، عارف الصورة اللي هو بيقول لك دوس على المزة ثلاث مرات هتطلع لك؟ أيوه. شغل المعلم. ما مش فاهم، أنا كنت بدوس عليها طول عمري ما فيش حاجة بتحصل. ما أنت بتدوس مرتين، دي لايك بتروح للمعلم بيبيعه لنا، التالتة دي بتبقى تبرع بقى في الهواء. للصايع. مش ممكن. طب أقول لك إيه، سؤال. في بيجيبوا صورة واحد كده مسكين من مجاهل أفريقيا ولبسه متقطع وبدل الشبشب لابس إزازة مبططة وغلبان، يقول لك ها ما الذي أوقفك ألا أن تضع له قلبا؟ ده شغل المعلم. لا، عارف الولد اللي بيلبس الإزازة المبططة ده؟ أنا هصدمك، ابن عمة المعلم. ده شغال جوه أوفيس بوي، ده بيقبض بالدولار، يا ريت أبقى ربعه. الراجل ده مش سهل خالص. ده بحر بحر. مش سهل. بس أنا هنصحك نصيحة تحطها حلقة في ودنك. يس، أمرني. الراجل اللي جوه ده تاجر، فانت في الاول في الاخر ده تاجر، فما تخشش مهزوز كده. لا، تخش من العالي. اوكي. انا انفلونسر، تقول له انا بلوجر. ها، انت بتطلب حاجتك، حقك. كلاينت بفلوسي. بالظبط. انا داخل بشتري. أوكي. حس ان انت مهزوز، ده ياخد باسورد الاكونت ويمشي وتفاصل. يعني انت ما تخش له بقوه، تخش عالي ثابت. يا معلم حرام عليك، انا مش عايز اتجوز كلب ولا اكل طبق منبار في دقيقتين عشان اكون ترند. ولا يا خدام، انت عارف في كام واحد عايز يتشير زيك؟ تعال تعال. كتير. خلاص، انا ممكن اتجوز كلب عادي، بس بلاش موضوع المنبر ده. هو في كلب هتبص لك يا عديم الباقه، يا عديم الكاريزما؟ ما تديله. امال فين نديله؟ في العالي. في العالي فين؟ المعلم ليه رهبه ساحره. يا معلم، انا بقالي شهر ما دخلش بيتي فولور واحد. اللي معوش ما يلزموش يا أطرم. سرق لي وصلة نت من العمارة وعايز تبقى نجم. اسمع كلام بابا. تعال. اطلع برا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. إلهي يخرب أكاونتك.
يا اخي يا رب تتكرسن. واتس اب مان؟ انا كنت عايز اوكي بيج مان لازم فهم اوكي متابعين زود لك متابعين مغردين عند اللي بيطير مزيفين عندي منه كتير ولا اهلا بيك اوكي طلباتك يا طالب الصيت والشهره او ماي جاد ام امبرست مش ممكن اندر جراوند كينج بص يا معلم زنبوق انا كنت عايز تعال اسمي عرقوق عرقوق انت مصعب على نفسك قوي ما كنت يعني مش فاهم يعني يا برقوق يا عرقوب لكن عرقوق صعبه شويه لا لا لا. هو ده انا عايز اسير الجدل وصلت اي دي وصلت قوي انت مش سهل يا مان انت مش سهل على فكره مش سهل طيب بص انا كنت عايز احط على واحد اجرس لا 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 انا بكلم بودا انت عارف كل حاجه جوني تعال ايه تعال بس. بس عندي فقره خمسه تعباني اجي انا عارف كل حاجه لا يا معلم انا لسه قايلها من شويه ما كانش لازم تجيبني والمشوار بقول لك عندي الديسك تعبني جوني صديقي لازم نبقى لازقين في بعض عشان المعلومه توصل لك This is so weird طب بص المهم انا عايز اشتري فولورز غلط سوري جوني دي كانت زياده شويه تعال اسمها عايزه تشير يا معلم دي جمله عاديه برضو والله جمله عاديه ما كانش ليها لازمه والله الحركه جوني حبيبي عايز كام عايز 2 مليون فولورز مثلا اوكي حبيبي جوني بس خليني اقول لك معلومه المتابعين نوعين ايه هم بقى الحقيقي والمزيفين الحقيقي ده عامل زي صاحبك دقر يقف جنبك في اللايكات يفرتك الدنيا شير يولع على الكومنتات يس yes. اما المزيف تعال جمله مهمه بس في معلومه طبعا المزيفين موجودين بس مش موجودين لا يا معلم دي جملة أقل من العادية أقسم بالله أنت لما كنت قلتها أساساً كان الحوار كامل عادي خالص أنا عايز من الدكورة دول طيب النظام يا حبيبي المليون فولور بمئة ألف عرقوق عرقوق؟ زنوتي زنوتي؟ دي العملة في موزمبيق؟ دي تعمل كم بالمصري؟ تعال يا شون تاني بس أنت عندك حق دي عملة ومش عايزين نسعيها زي جنيه عادي لا انت بتهزر يا معلم اقسم بالله بتهزر ما تقول لي من عندك جنيه بعدين 200 الف جنيه جايبهم منين انا دلوقتي جوني على قد لحافك يا جوني مد حسابك اديني في الزنوتي اديك في المتابعين اجري هالزنوتي ومستنيك يلا هالزنوتي مستنيك 200 الف زنوتي مستنيك نزل لي 6 زنوتي مش خساره فيك كملهم 10 زنوتي ما تصدعنيش هجيب فلوس منين دلوقتي ابيع فرنيتشر اوضتي ما يخصنيش اسرق شنطه اختي خليك شرير ااجر هوت سبوت خليك شديد على راي المولى كبس 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 اتس ا دوغي دوغ وورلد على رأيي المولى كبس بكي بكي كبس زنوتي زنوتي
مربوحة مربوحة مربوحة. اهدى انت صحيت؟ صباح الخير يا جوني. الراوتر. ايه؟ الراوتر فين الراوتر؟ الراوتر الكبير دسه من ساعة ما قطع النت من على الدوار. ايه انا عاوز اقول يعني فين فين فين؟ ما انتوا بتدخلوا ازاي على الانترنت؟ بتدخلوا ازاي على الانترنت؟ اسكت ما احنا ما بنخشوش. كذابه. انا كذابه؟ الله يسامحك يا جوني. وبعدين انت بتسال ليه؟ هو انت مش قلت ان انت مبطل؟ ما انا مبطل مبطل. امال عينك بترعش كده ليه؟ لا ده علشان حبوب لقاح بتاعت الورد. احنا في الربيع انت بتفتحيلي محضر؟ فين اللي اليو اس بي اللي بتخش بيه على الانترنت؟ اليو اس بي فين؟ الانترنت الابيض ده؟ ايوه. معرفوش. انت بتستعبطي. قصدي يعني معرفش مكانه. انت ايه؟ انت بتخوتيني ليه كل شويه تبصي ورا؟ في ايه هناك؟ اصل كان في حبوب لقاح معديه كده يعني في الربيع. انا كنت بكذب، احنا في الخريف مفيش حبوب لقاح. يا كذاب. ايه ده؟ يا جوني يا جوني انا حاطه شربات. شربات ايه يا ام الشراب؟ انت ما عندكش الا شراب واحد وسمعك طول اليوم برا. انت شفته؟ استنى والنبي يا جوني استنى يا جوني. انت بتحلف اي حاجه وخلاص. استنى استنى. اوه ماي جاد ماي بيبي اي مس يو. هاتي البطاطا هاتي. لا لا هو انت مش قلت ان انت هتبطل؟ ما انا مبطل هبطل هبطل اخر مره. ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس رجلك. لا 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 ما دام قلت ان انت هتبطل يبقى ما ترجعش في كلامك. انت بتزنيني. اللي عايز حد يبطل حاجه ما يقعدش يعمل له كده. امال يعمل له ايه؟ يعملها كده مثلا. ايوه صح. هادي جوني انت قلت ان احنا لازم نساعدك. انا مش عايز صفه من حد. انا هاخد كل حاجه. يا جوني يا جوني استنى يا جوني. ما تخوتيش امي. يا جوني اثبتي. هاتي اليو اس بي. لا لا مش هديك حاجه. هاتي اليو اس بي عشان اعرف اخش على الانترنت. الانترنت دي اصلا حرام. لا حسب ما بنستخدمه في ايه. انت بتبرر عشان انت مدمن. انا مش مدمن. انت بترمي اي حاجه وخلاص عشان مودي وحش عصبي. يا جوني يا جوني اخوك عاوز مصلحتك. اخ ده اخ؟ في اخ يعمل في اخوك كده؟ لوك ات مي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايز حاجه من الاثنين. يا اما تديني اليو اس بي ده عشان اخش على الانترنت. يا ده الانترنت. يا اما تديني فلوس عشان اشتري فولورز وابقى من فمايسه. فمايسه.